أنا بلشت تقريبا بمجال التمثيل من حوالي 10-11 سنة، كنت بعدني بالجامعة، درست تمثيل واشتغلت مع أسيتستي، اشتغلت بأدوار صغيرة بلبنان وبعدين كفيت. إجمالا كانت أكثر الأعمال اللي اشتغلتها هي كانت أعمال محلية لبنانية، لكن اليوم عرس بيروت وعم نعرض على قناة فضائية، تعرف علي أكثر الجمهور العربي، ويمكن كمان المسلسل لأنه قدر يوصل لأكثر عدد من الجمهور العربي. ليك انا بحب اثنين، واثنين بالنسبه لي اثنيناتهم بيكملوا بعضهم. اكيد بحب التمثيل اكثر، والمكان يلي بتعبري فيه عن شخصيات ما بتشبهيك، عن اشياء مختلفه، بتعيشي حياه غير حياتك، بتعيشي حالات حلوه او صعبه او هيك، بتعيشي قصص مختلفه. الاعلام بكون انا بكون عم بأدي دوري انا كشخص، ما عم بلعب دور، فبيختلفوا عن بعضهم يعني، بس بالنسبه لي بيكملوا بعضهم، لانه انا بس بعمل قصص لها علاقه بالسينما والمسرح. فحلو كمان انك تلتقي مع ممثلين مع اسامي كبيره، بتعلم منهم كثير وتعلمت منهم كثير، اني اكتشف قصص جديده، مخرجين جديد، احضر افلام من عده بلدان، هذا امر ممتع جدا، تجربه عن جد رائعه يعني. عروس بيروت من اجمل التجارب يلي لليوم اشتغلت، كثير تجارب حلوه، لكن تجربه حلوة مختلفة. كنا ممثلين سوريين لبنانيين والممثل التونسي ظافر العابدين، فهالدمج بيناتنا وعشنا مثل عائلة، كنا عايشين بمكان واحد بتركيا، فهيدا الشيء كمان ساعدنا لنكون كتير قراب من بعض، كتير استمتعنا بهالشيء، وهيدا الشيء بعتقد ظهر على الشاشة قد ايه نحن كنا اتعودنا على بعض، صرنا عائلة، صرنا أصدقاء. فمن كل النواحي، حتى الخبرة مع مخرج جاي من غير بيئة، من غير تجربة، بغير تجربة، كتير فدتنا وكتير عطتنا أشياء حلوة. عروس بيروت هو النسخة العربية لعروس اسطنبول يلي هو مصور بأربع أجزاء وكتير انشهر بتركيا وكتير نجح. أنا لما وصلت، لأنه ما كان كتير عندي وقت، ما كتير قدرت أحضر بالبداية المشاهد تبع عروس اسطنبول، وما كان بدي كتير اتأثر فيها، بس كان عندي حشرية شوف اشياء، فبعدين صرت شوي شوف بعض القصص. ما بعرف يعني، جربت انا اخلق الشخصية يعني على طريقتي، جربت اعطيها على طريقتي واشتغل على الداخل تبعها، على عيونها، على قد هي امرأة حساسة وامرأة طيبة، لكن عم بتعاني معاناة كتير كبيرة، عم بتعاني معاناة الحياة وعندها مأساة والمرض اجا فوق كل هيدا الشيء، وبنفس الوقت هي ام. فجربت ادمج اخلق لها شخصية قريبة من الورق يلي انا قريته، قريبة من قدي انا عبالي تكون وكيف عبالي تكون. لا هيدي مش أول مرة، هي ثالث مرة بجي على مهرجان مراكش. أول مرة جيت بال2010 وما عدت جيت لسنة الماضية، وهيدي الثانية سنة. كتير بحب المهرجان، كتير بحب المدينة يلي في عندها الطابع يلي بيشبهنا شوي وما بيشبهنا، في أشياء مختلفة. وحلو المهرجان، حلو اللقاء مع الجمهور يعني، حلو إنه في السجادة الحمراء بوجهها كله هن الناس عم بيشوفوا، والنجوم بيسلموا على الناس، بيتصوروا معهم يعني، فرصة لأنه هيدي ما بتصير بكل المهرجانات. وحلو إنه بشوف أعمال من البلدان العربية ومن البلدان الأجنبية، وفي من الصين، من أفريقيا، يعني حلوة هالخليط، المزيج يلي بيعطي غنى كتير كبير. لا ان شاء الله يجيني اعمل مغربية، حلو واحد يشتغل خارج بلده، حلو كتير. لا ما اجينا هيك عروض، هلا احنا عنا جزء تاني من عروس بيروت عم نحضر له، واجينا عروض بلبنان، عروض هيك اجينا عرض برات لبنان، لكن ما قدرت اخده لانه مساقب بوقت كتير قصير، وانا بعدين عم بحضر لاني فوت بالجزء التاني من عروس بيروت.